السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طيبين؟ اليوم معانا فلوق جديد، طبعا الفلوق هو مقلب، بس لا تنسون انكم تدعموني باللايك والاشتراك بالقناه. اي شخص يعني وده يدخل بمسابقه بسويها اليوم بقناتي، بس طبعا السحب يكون عليها بسنابي. طبعا حبايب المسابقه بتكون على الدباب هذا بسناب شات، عندي رابط سنابي في الوصف تحت عندكم. شروط المسابقة: تشترك بالقناة وتشترك عندي بسناب وتكتب لي كومنت على الفيديو هذا وترسل لي أي حاجة بسناب شات عندي، وتشترك بالقناة اللي هي اليوتيوب وسناب شات. كذا أنت دخلت السحب على الدباب. المقلب بيكون على ذا وذا. هاي هاي. لا لا يا الحبيب، لا لا لا، هد هد هد، ريلاكس. اتفقنا بس مو حلو على واحد. والله يبحق، والله يبحق، بس ما تسوق علي. والله ما تسوق كذي، ما تسوق. وين تبي تروح؟ مقفل البيبان يا حبيبي. طب اسمع اسمع، احنا متفقين على ما في اتفاق. ابعلك ابعلك. اول مره يجيني الرجال تقول عليه اتفاق عليه. لا بس علي وعليك، والله العظيم اني جاي علشانك، عشان المقلب علشانك. افا ليش كذا؟ ليش الله يسامحك، بس الله يسامحك علشانك، وقيل لي علشانك. الحين صارت على خوية يدي، ورايك علي والله الحالة، رايك علي والله الحالة، والله ما في اي خوية. ما لي ولا تلبس ولا قاعد في الدنيا كلها، حتى السيارة توقفت لك قدام. انت تحت السيارة يا ابو سعيد، 10 سم خوي يحب يا ولد. والله لا يحبك، وبدون كمام بطلع. لا والله وبطلع الحين جوي، وخلوكم معنا حبايب. لا يا شيخ، مش خالد قسما بالله لو تجتمع الأمة على أن يضروني بشيء لم يضروني. أنا بدي وين أزبل أنا؟ وش تجبل؟ تعال أزبل وين؟ ما شاء الله. ما ماذا؟ تبي وتبي وي وي. خلاص شوف.
خلاص 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 باقي افكر كمام. لا يا باشا ابغى افكر كمام. تكفى 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 تكفى. باقي هنا يلا تكفى باص تكفى. ما تقول تسلك ايه تكفى ولا هذا الكلام. تكفى باص خلاص عبود اكل حقك بالما قال باقي تعب عوان اوف ليش كذا ليش الله يسامحك بس وماذا تبي وتبي وي 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 والله ما تقرب لك خلاص ما تقرب لك وفاري بس وفاري طلع دخلنا اول شيء لا ما تقدر تقول شيء طلع ما تقدر تقرب لك معي يا طلع ما تقدر لا طلع ما لا ما اقول لك ما تقدر تقرب لك لان اعطيها امر يلا بيت تحسن شلها مني ها شلها مني والله ما تقرب لك والله ها شلها مني اقولك ها يا شلها مني يا ولد ترى والله خليت عم عليك حرام عليك يا مجرم يا مجرم انت هو حرام جوالك وين جوالك اقولك والله ما تقرب جوالك وين باي ما تقدر تقرب لك مسكها مسكها طلع شلها مني وخلت جوالك يلا بيت جوي بيت يلا تعال شلها يا علي دخل خلاص ما قدرت بس خلاص شيف دخل بيت وقف كذا العنم وش هلا جوالك وين الحين خلي خلي خلي
يلا بيت برتلي بيت بيت تعال علي شو بيت يلا بيت بيت علي تقول في ذلك هو كان يبيقف عليك كان خلي وخر خلي وخر خلي وخر ماشيك ماشيك مالي طيب خلي وخر ماسكها والله ريح انت ريح كيف ريح يا ولد خليه ياخذ والله ما هي شيخ شفني اتعضيت انا شوف ايه ناظر ناظر فيني تشوف الحياه حلوه ناظر شوف هناك ناظر ناظر فيني ليش ما تناظر شو بدهم كيف يقوبر مدخل خليني اسوي يلعن ابو يلعن ابو المسيار يلعن ابو اللي يسير معي يلعن ابو اللي يجيك مره ثانيه عاد انفك انفك جو ينفك ايش هالحاله هذه يا ربي انا ما ادري اهج ما قدرت اتحرك تكفى طبعا ما راح يقدرون ذا فوق الدار ومحبوط عشان اللي قدموا ذا ما اقدر اطلع معي وهنا من سدح الرجال اتمنى يعجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناه وتعطوني لايك يعجبكم ولا تنسون المسابقة شروط المسابقة انك تشترك بالقناة وتشترك بسناب عندي رابط سنابي في البايو تحت عندكم زاقة معها والسحب بيكون بسنابي وحياكم الله بحطكم كود سنابي والرابط موجود عندكم فالوصف تحت انا مشوي يقول البايو هو الوصف موجود في الوصف رابط سنابي وحياكم الله جميع واتمنى ان اعجبكم المقطع ومع السلامة Awesome.